بالنسبه للمراكز اللي خاصين الرجاء، كنظن بني ان خاص مركز ديال الهجوم، قلب هجوم. عندنا يا جور، عندنا الرحيمي، ولكن خصنا لعاب اللي يكون عنده خبره كبيره. بالنسبه للفريق الرجاء، حنت فريق كبير، وكنتمنى تكون شي انتداب اللي يكون في مستوى، كان انتداب افريقي ولا انتداب. سمعت بان غيكون واحد اللاعب ليبي، تنتمنى انه يكون في الهجوم. بالنسبه ليا لا للدفاع لا لوسط الميدان، كتبان ليا باللي تشكيله مزيانه. ما بالنسبه للهجوم، هو فين عندنا الضعف؟ بالنسبه للاعب رحيمي، ماشي قلب هجوم حقيقي، ولكن ممكن نلعبوه في الاجنحه، ممكن نلعبوه في ميليو تيران، ولكن كنتمنى يكون قلب هجوم اللي يكون في مستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي. اللي عاونوا البوز ديالو خصني شي داير ايمن، ميليو رائب، دراري معاوني اللي فيكتيف كامل معاون، داكشي علاش الفرقه فور. دونك ما بيديون ياسر، خصنا شي جوج بلاصهم يكونوا واقفين، وقدام تبارك الله راه مزيانه داك شعبان. جو بونس خصو الوقت هو اللي شي يعاون رحيمي في لافون سونتر. لي زيلي خصنا شي واحد اللي يعاون الدراري، فهمتي؟ لاعبين على بزاف ديال لي كومبيتيسيون، خصنا ضروري الدراري. المهم شي 3 حتى 4 ديال الدراري اللي خصنا نجيبو باش يعاونوا الفرقه. ابار سا راه ليفيكتيف كامل والحمد لله، بهادشي اللي كاين دابا وجابوا فرحونا وداكشي. ما ديما راجع يا انتقال شتويه ديال الرجاء، ان شاء الله كنتمناو يجيبوا شي لعابه يكونوا اكثر كومبيتون من هادو اللي كاينين هنايا، بحال في جهه الميليو خصو يمشي النياسي، شحال من لعاب خصو يمشي. نتمناو يجيبوا شي لعابه كومبيتون يخليو لهاد الفرقه، هما هذوك حفيظي شاكيرا هما معروفين، بانون زنيتي، ان شاء الله اليوم ذباح وديما خضر. كنظن اخويا في التركيبه ديال الرجاء البيضاوي بان خصنا واحد ديفونسور فلاكس، واخا الدراري تبارك الله عليهم كيلعبوا مزيان، ولكن خصنا واحد ديفونسور غومبلاسون. وكنشوف بان خص يا جور يمشي في حاله، باسكو الرجاء ولات كبيره عليه، مابقاش كيلعب مزيان، خصو يمشي في حاله. وكنتمناو من المدرب يدير شي انتدابات يكونوا مزيان، وكنتمناو العوده ديال متولي ان شاء الله في الرجاء، راه حيت هو اللي خصنا دابا، وما كرهناش نزيدوا دي تيتر ونزيدوا القدام ان شاء الله. بالنسبه خويا للمراكز اللي خاصه الرجاء، خاصه وسط ميدان دي هجوم. اذا الرجاء ديما عنده وسط ميدان دفاع، خاصه وسط ميدان هجوم. لي زاطا والاظهره حتى هما ديما خاصنا جناح ايمن وايسر ضروري هذا، وخاصنا لاعب بلاصه الحافظ ديما، فما يخرج حافظ يكون رومبلاسمون ديال، خاصنا شي افا سونتر ان شاء الله اللي يكون في المستوى. ان شاء الله حنا راه بهذه الفرقه راه غادي مزيان، غير خاصنا شي روتوشات قليله ان شاء الله. وراه خويا كنتمنى من الرجاء بون كوراج الرجاء، وهادشي اللي كنتمنى نديو الشامبيون كاس العرب ان شاء الله. السلام عليكم خويا، ميركاتو ان شاء الله قرب، خاصهم يجيبوا لنا، خاصنا ميليو، خاصنا ليليات، خاصنا افا سونتر، خاصنا شي واحد يعوضنا الحفيظي راه ناقص بزاف. ملي كيما كاينش حفيظي ما كتكونش الرجاء، حفيظي هو الرجاء، خاص شي واحد يعوضنا بانون والورفلي، حيت راه ما كاينش اللي كيعوضهم ملي كيما كيكونوش. شاكر ملي كيدير خدمه كامله، صح، شي واحد بصبو طيب.